بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ هذا يدل على أن الحسن أهم، أحسن العمل أهم من كثرته، وإن كان كثرة مطلوبة، لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا قيل لأبي علي الفضيل بن عياض: يا أبا علي، ما معنى أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي، ما هو خالص الصواب؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكثرة. والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة، وأن يكون في ابتداع، هذا أهم من الكثرة. وإذا صح له هذا فليكثر من العمل الذي صح له في هذا، صح له به الإخلاص، وصح له به الصدق. أما يهتم بالكثرة بغير عناية بالإخلاص وعناية بالصدق بالمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة. نعم.